عضو الهيئة التنظيمية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في السجون الأسير عمار ياسر قزموز من مخيم نور شمس في مدينة طول كرم أنهى اليوم عامه 13 ودخل عامه 14 في سجون الاحتلال بشكل متواصل. وقال رئيس نادي الأسير في طول كرم إن الأسير قزموز اعتقلته قوات الاحتلال في 7 آذار للعام 2003 من مخيم نور شمس شرق طول كرم، حيث كان قائدا لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وحكم عليه بالسجن مدة 23 عاما أمضى منها 13 عاما وهو ابن لشهيد. للحديث عن ملف الأسير قزموز ينضم إلينا شقيقه الصحفي محمود قزموز، مرحب بك في جولة الظهيرة الإخبارية وعبر أثير الأولى في بيت لحم. أهلا وسهلا فيك، يسعد أوقاتكم يا رب، يعطيكم ألف عافية. ويزيدك عافية. محمود، حدثنا بداية عن شقيقك عمار وما هي آخر الأخبار التي بحوزتك عنه؟ عمار تم اعتقاله في مثل هذا اليوم وقبل 13 سنة، اليوم دخل في عامه 14. نعم. عمار شاب زي كل الشباب، الولد على حب القضية والوطن، تربى وترعرع في أزقة مخيم نور الشمس. بداية الانتفاضة كان نشاطه ضد الاحتلال الإسرائيلي مع الأخوة في كتاب شهداء الأقصى رائد الكرم وفراس الجابر زياد دعاس. كانوا معظم عملياتهم مشتركة، كانت الوحدة الوطنية وقت ذلك بأشد الحاجة إلى إحنا حاليا، لأنها طبعا بعد الانقسام انتهت. عمار حاليا في سجن النقب، تنقل بين معظم يعني واغلب السجون الاسرائيليه كان فيها عمار. حاليا هو عضو هيئه تنظيميه لاسرى حركه الجهاد الاسلامي في السجون. قبل ما يحكم عمار كان مطلوب له من الاحتلال الاسرائيلي مده حكم تقريبا مده 99 سنه. لكن في صفقة مع الادعاء الإسرائيلي تم تخفيضه ل 23 سنة، لأنه معظم الشباب والأصدقاء اللي كانوا معه في المجموعة استشهدوا. نعم، هلك أن تحدثني يعني أيضا عن الحالة الصحية لعمار. عمار ما شاء الله عنه ما في عنده أي مشاكل صحية. هو استطاع أن يحول السجن من أداة للعقاب إلى أداة للنصر وتحقيق النجاحات. عمار قدم توجيه جوا السجن، جاب معدل 84 علمي، حاليا بينهي دراسته الجامعيه اخر سنه، من المتفوقين في الدراسه الجامعيه، عنده دورات في القران الكريم، دورات في اللغه العبريه. يعني عمار ما شاء الله عنه ما قدر الاحتلال يقلل من عزيمته جوا السجن. نعم، هل من أخبار ربما حول صفقات أو جهود تبذل من أجل إدراج اسم عمار ليكون ربما في صفقة تبادل للأسرى إن حدث ذلك لتقليل الحكم العالي عليه أو ربما إخراجه من السجن؟ في كل بيت أسير، في كل بيت أسير في الوطن دائما الأم والأب والأخ والأخ أملهم دائما في ربنا وبالصفقات. يعني احنا ما عندنا معلومات عن اي شيء، بس املنا بربنا كبير وعارفين انه راح يجي اليوم يطلع فيه عمار من السجن سواء بصفقه او باراده رب العالمين. نعم، محمود، ارى ان شخصيتك تتاثر بشقيقك، حيث كتبت على صفحتك الخاصه بالفيسبوك: لا تخف يا عمار، فاوراق هذه البلاد لا تسقط خريفيه على اسرانا، هي خضراء مستمره بخضرتها دون كلل او ملل على امل الحريه. السؤال الأخير لك: هل ترى بأن الإعلام يعني يعطي المساحة المستحقة للأسرى وربما لعمار لتغطية قضيتهم؟ يعني فعليا أول شيء يعني إحنا في البيت وفي المخيم كلنا نستمد القوة من عمار. عمار قدوة لمعظم شباب المخيم، يعني الكل اليوم تروح على المخيم الكل بيجي بزور أمي بذكرى اعتقال عمار، من الشباب للرجال للمسؤولين كلهم، لأنه كان قدوة حسنة. الإعلام بعتقد عشان الإنصاف بدرجة كبيرة بعث الأسرى أحقيتهم لو قارناهم ببعض القضايا الأخرى. نعم، الزميل الصحفي محمود قزموز وشقيق الأسير عمار قزموز، شكرا جزيلا لك.